شفني أو كشفني كالأمنية المناهل. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. اليوم من المناهل تشاهدون سميحا يتعرف إلى كلمة زيت. أهلا وسهلا بكم في لعبة التنقيط. اليوم سوف نلعب لعبة التنقيط. في هذه اللعبة سيحاول المتسابق إحضار شيء ويحاول المتسابق الآخر إحضار شيء آخر يحمل الحروف نفسها مع اختلاف التنقيط. والآن فلنتعرف على المتسابقين. أهلاً وسهلاً. أنا زيد. وأنا عمرو. أهلاً وسهلاً. حسناً يا زيد ويا عمرو، هل تعرفان كيف تسير هذه اللعبة؟ سأعطيكما مثالاً لأساعدكما. إذا خرج زيد وأحضر تين، تين، فعلى عمرو إحضار تبن. تبن؟ جاهزان؟ على كل واحد منكما أن يحضر ثلاثة أشياء. لديكما 60 ثانية ابتداء من الآن. من الآن. عمرو. نعم. دورك. ناوي. أنا زيد. أهلا وسهلا. عمرو ما هذا؟ حرام. حرام. حسنا زيد دورك أنت. أنا عمرو. أهلا وسهلا. زيد ما هذا؟ رائع، حزام. انظروا، حرام. حرام. حزام. حزام. زيد اذهب ثانية. أنا عم أعرف. ما هذا يا زيد؟ باب أحضرته معي. باب. كلمة جيدة. عمرو. نعم. دورك أنت. دوري. أنا زيد. أعرف. ماذا أحضرت يا عمرو؟ ناب. ناب اللي فيه اصطاده جدي. ناب. رائع. انظروا. باب. باب. ناب. ناب. الحروف متشابهة والفرق في موضع النقط. زيد دورك. أنا لست زيد، أنا عمرو. أعرف. وأنا أعرف. بحثت كثيرا فلم أجد سوى هذه النخلة. نخلة. عمرو. نعم. دورك أنت. دوري. أنا لست عمرو، أنا زيد. أهلا وسهلا. زيد. زيد. ما بدي. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ نحلة. 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 كلمة جيدة. انظروا. نخلة. 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 ماذا؟ نخلة. نحلة هنا؟ انتظري.
انتظرها. من حولت تبنى إلى الدين النقطة، من حول الجزر إلى الجزر الفتحة، من حول الزهرة إلى الزهرة الضمة، من حول الحبة إلى الحية النقطة، من حول النحلة إلى النخلة النقطة، من حول الفراشة إلى الفراشة الفتحة، من حول العالم إلى العالم الكسرة، من حول الحلقة إلى الحلق السكون، ويشكل الكلام بالكسرة والفتحة والضمة والسكون، وينقة الكلام بالنقطة. لماذا تصدر النحلة صوت زز أو ما نسميه أزيزا؟ لأن النحلة لا تستطيع الكلام. لا لا تجلس بجانب تبن، لا تجلس بجانب تبن. تبن لا تجلس بجانب التبن. الأرض فيها آلاف الأميال من البحار، والشطآن الأرض فيها تلال وجبال ووديان، الأرض فيها غروب جميل وشروق الأرض، وفيها حيوانات رائعة الأرض، وأناس من أجناس مختلفة الأرض. الأرض الأرض الأرض. مرحبا، لقد فرغت الآن من قراءة هذا الكتاب جيولوجيا، وهو عن جبال أطلس في المغرب وكيف تشكلت. إنه أمر رائع أن نتعلم. جبال الأطلس. ترتفع سلسلة جبال الأطلس في المغرب العربي من جهة الجنوب فوق الصحراء الكبرى،
ثم تنحدر تدريجيا نحو سهول البحر الأبيض المتوسط في الشمال. كيف نشأت هذه الجبال هنا؟ ما الذي دفع قمم الأطلس آلاف الأمتار فوق الأراضي المحيطة بها؟ لنعد بمخيلتنا إلى الماضي البعيد لنرى كيف كونت التغيرات الأرضية هذه التضاريس. كانت القارات تتحرك معاً، وحين يصطدم بعضها ببعض تندفع رواسب البحر إلى أعلى، والتوت الصخور وتحدبت بفعل الضغط الهائل فتكونت جبال الأطلس. كما تسربت المواد المنصهرة تحتها وتكونت البراكين، ثم انفصلت القارات مرة أخرى، وعندما عادت القارات واصطدمت معا تغيرت سلسلة الجبال مرة أخرى. لقد شقق الجليد الصخور على قمم الجبال فانحدرت الثلوج الذائبة مكونة الوديان. وصقلت الريح أطراف القمم الخشنة، تحمل السيول معها أجزاء من الجبال جلموداً جلموداً وذرة ذرة لتكون تربة للسهول ورملاً للصحراء. وفي المستقبل البعيد قد تطحن الريح والماء جبال الأطلس وتحولها إلى سهول، أو قد تدفع الأرض القمم إلى أعلى من جديد. إن الصخور تروي لنا قصة الأرض، وهي قصة نستطيع أن نواصل قراءتها في تضاريس الأرض الآن وفي المستقبل. هل تذكرون هذه الكلمات؟ القارات، جبل، بركان. هل تعرفون ما هذا؟ أنا جائع جدا، أتمنى لو أن لدي بعض الطعام. ما هذا؟ حبر؟ لا أستطيع أن آكل الحبر. خبز؟ هذا أستطيع أن آكله. مرحبا أيتها القارئة السريعة، ما هذا الكتاب؟ إنه
كتاب علامات التشكيل. علامات علامات الماذا؟ علامات التشكيل. إنها علامات مهمة جدا، تعلمنا كيف تقرأ الكلمات. والآن انظر، هل تستطيع قراءة هذه الكلمة؟ لهذا فإن علامات التشكيل مهمة. حينما تكون الكلمة مفردة ولا توجد عليها علامات تشكيل تصعب قراءتها. والآن انظر، هل تستطيع قراءتها يا سميح؟ بالتأكيد. إنها كلمة سلم. هذا صحيح، سلم. والآن انظر يا سميح حينما أغير علامات التشكيل. ها؟ تحولت كلمة سلم إلى كلمة سلم بتغيير بسيط في علامات التشكيل. أيتها القارئة السريعة، هل باستطاعتي استعارة هذا الكتاب منك؟ بالتأكيد، ولكن ما حاجتك إليه؟ لا أريد أن يغير أحد هذا السلم وأنا عليه. لاح، زاح، راح. إن الرسام الشهير الذي رسم صورة الطبيب يرسم صورتي. لا تمل، لا تمل. الرسام الشهير الذي رسم صورة الطبيب يرسم صورتي. عفوا، هل باستطاعتي رؤيتها؟ لا. ذاك هو الرسام الشهير الذي رسم صورة الطبيب ورسم صورتي. لا تهز رأسك، لا تهز رأسك. لوحة فنية رائعة. عفوا، هل باستطاعتي رؤيتها؟ نعم. أظن أنها تشبهك تماماً. أنا؟
الله جل جلاله. والآن مع حلقة جديدة من مسرح في الظلام. هل تهب الرياح؟ نعم، إن الرياح تهب. إن الرياح تهب. تابعوا معنا الحلقة القادمة من مسرح في الظلام لتعرفوا إن كانت الرياح ستبقى تهب. إذا أطلق صاروخ من الأرض بسرعة كبيرة فإنه يندفع في الفضاء ويظل سائراً في خط مستقيم إلى الأبد، وإذا انطلق الصاروخ بسرعة بطيئة فإن الجاذبية تشده وتعيده إلى الأرض. أما إذا أطلق الصاروخ بالسرعة المطلوبة فإنه يحقق تعادلاً بين قوة الاندفاع نحو الفضاء وقوة الجذب إلى الأرض، فيظل في مداره حول الأرض. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج نجوى والفنون. كما تعرفون أنا أحب التحدث إلى الناس وسماع آرائهم. ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ نجم من الجمعية العلمية. الأستاذ نجم خبير في مذنب هالي، وقد أحضر معه صورة للمذنب. انظروا إليها، إنها جميلة، أليست كذلك؟ سيخبرنا الدكتور نجم بكل ما يعرفه عن المذنب بعد قليل. مثلاً يطلق أحياناً اسم النيازك على المذنبات، وهذا اسم آخر ولكنه ليس صحيحاً تماماً. وقد أخبرني الدكتور نجم قبل بدء البرنامج أن عالماً بريطانياً يدعى إدموند هالي هو أول من اكتشف مذنب هالي، وقد تنبأ بأن هذا المذنب سيعود ثانية بعد 76 عاماً تقريباً. نعم، لأنه إنه يسير في مدار واسع ويخترق مجموعتنا الشمسية. نعم، إنه يخترق مجموعتنا الشمسية هكذا بسرعة هكذا. نعم، وهذا ما سيخبرنا به الدكتور نجم في الواقع بعد قليل. بعد قليل. أنا سعيدة جدا لأنه سيعبر قريبا من هنا. تخيلوا، إنها فرصة عمر لا تتكرر أن يمر من هنا، وسأشاهده. نعم، سأشاهده. المذنب، لقد انتهى وقتنا على أي حال. يؤسفني أنك لم تجد وقتا للتحدث هذه المرة. نأمل أن نستضيفك مرة ثانية، وحتى ذلك الحين سأترقب ظهور المذنب. نجوى تودعكم وإلى اللقاء. كلمة اليوم هي الدوران. هذه لغتي فوق الشفة كالأغنية. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة، هيا إلى المناهل.
الحياه.